الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يسر أمورنا ويسر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آملنا، ووفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضى، وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. وكنا في فصل في عدد مبطلات الصلاة، أي الذي يبطل الصلاة، والذي يبطل الصلاة بعد مراعاة أركانها وسننها، لأن الأركان إذا تركت ركنا من أركانها بطلت الصلاة حتى ولو كانت الصلاة كلها صحيح. ولكن هذه المبطلات هي الأشياء التي إذا فعلتها مع وجود الصلاة كاملة من حيث الأركان والهيئات والسنن تكون باطلة. فقلنا أن الذي يبطل الصلاة 11 شيئا، هي طبعا أكثر من 11 شيء، لكن هو هنا يريد الاختصار والإجمال. أول حاجة الكلام العمد الصالح لخطاب الآدميين سواء تعلق بمصلحة الصلاة أو لا. يبقى الكلام الخارج عن الصلاة المتعمد، يعني لو تكلم ناسيا لا تبطل صلاة، أو جاهلا بالحكم حتى ولو كان متعلق بمصلحة الصلاة تبطل برضو الصلاة. يبقى الخطاب الكلام العمد الصالح لخطاب الآدميين سواء تعلق بمصلحة الصلاة أو لا، وده انتهينا منه وتكلمنا عنه في الجلسة الماضية. ثم بعد ذلك والعمل، والعمل الكثير المتوالي كثلاث خطوات عمدا كان كذلك أو سهوا. أما العمل القليل فلا تبطل الصلاة به. العمل اللي هي الحركة، يعني في ناس كتير متصور انه اي حركة في الصلاة تبطلها، لا، في حركات في الصلاة تبطلها وفي حركات لا تبطلها. فهنناقش اليوم قضية الحركات التي تبطل الصلاة والتي لا تبطلها، وعبر عنها بالعمل هنا. والعمل هي حركة الانسان في اثناء صلاته. يقول في الحاشية والعمل اي الفعل، ويستثنى منه ما لو كان ذلك في شدة الخوف. احنا عارفين صلاة شدة الخوف كنا تكلمنا عليها، ان الانسان بيصلي في الحرب، فيصلي في الحرب مسموح له ان هو بيصلي يحارب عدوه، فممكن اذا كان مثلا عايز يضربه، والضرب ده حركة. او اذا كان الوقت بالاسلحة الحديثة هيعمر مثلا السلاح بتاعه، هيحط مثلا الدانة في المدفع، كل دي حركة وهو بيصلي، ده لا يبطلها لأن دي صلاة شدة الخوف وقت الالتحام. فيجوز له أن يتحرك هذه الحركة التي يتطلبها الحرب ولا تبطل صلاته، ده في شدة الخوف. وكذلك من صلى ماشيا في شدة الخوف، افرض أنه بيصلي ماشي هربان من عدوه وإلا هيأسروه، أو بيطارد عدوه وإلا لو لم يطارده هيحجم على المسلمين، يبقى بيصلي في هذه الحركة، في أثناء هذه الحركة حسب ما تتطلبها الحرب. وتكون الحركة دي جائزة مستثناة لشدة الخوف، للحاجة إليه. يبقى ويستثنى منه ما لو كان ذلك في شدة الخوف أو في النفل في السفر. وإحنا متفقين أن الصلاة النافلة في السفر يجوز أن تصليها إلى غير قبلة، تبقى قبلتك جهة سفرك، وبعدين وانت بتسافر بتحتاج برضو ايه تحرك اتجاه العربية، فتبقى ايدك على عجلة القيادة تحركها يمينا يسارا، قد تلتفت مثلا عشان تشوف في سيارة بجوارك، او تنظر الى المرآة امامك عشان تتابع من بخلفك. كل هذه حركات في اثناء الصلاة وانت بتصلي وانت ماشي اذا كنت سائق مثلا، فلا بأس، لا تؤثر. زي اللي بيسوق دبته برضو يوم ايه يعني يضربها او ينهزها او يحرك رجليه علشان الدبة تسرع، كل هذه المسائل
في أثناء صلاة النافلة في السفر لا تبطلها، لأنها حركة مطلوبة للسفر. ما لو كان ذلك في شدة السفر أو في النفل في السفر، والنافلة بس هي اللي تصليها في السفر من جلوس إلى غير قبلة. إذا مشى أو حرك يده أو رجله على الدابة لحاجة، كل هذه الأشياء مستثناة من الحركة التي تبطل الصلاة. ويستثنى أيضا إجابة النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل. إحنا متفقين إن في الكلام، إن الكلام الذي يبطل الصلاة الكلام الأجنبي عنها، ويستثنى منها إجابة النبي في أثناء الصلاة. لو دعاك النبي أثناء الصلاة فأجبته وكلمك وكلمته لا تنقطع صلاتك، هذا خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم. أما لو دعاك سيدنا عيسى أو أي نبي آخر، لأن سيدنا عيسى هينزل في آخر الزمان، طب أما ينزل وينادي لك وأنت بتصلي هل تجيبه ولا تبطل صلاتك؟ ملحق حكمه بحكم النبي أم هذا خاص بالنبي؟ قالوا يجب عليك الإجابة وتبطل الصلاة، ده مع سيدنا عيسى ابن مريم. أما مع النبي يجب عليك الإجابة ولا تبطل الصلاة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لأن النبي دعا رجل في أثناء صلاته فلم يرد عليه، فلما انتهى من صلاته قال له صلى الله عليه وسلم ما منعني أن أرد عليك إلا أني كنت في صلاة، قال ألم تقرأ قول الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فعلمنا من هذا أن إجابة النبي في أثناء الصلاة لا تبطل. يبقى كذلك إذا تطلبت إجابة النبي حركة زائدة من توجه إليه من سير إليه أو شيء من هذا، يبقى برضو لا يبطلها إلحاقا بإيه؟ بالكلام. يبقى الحركة الزائدة التي تتطلبها إجابة النبي كالكلام الذي يتطلبه إجابة النبي مستثنى من هذه الأشياء. ويستثنى أيضا إجابة النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، كما أن إجابته بالقول مستثناة من الكلام بشرط الموافقة، فإن طلبه بالقول أجابه به، وإن طلبه بالفعل أجابه به. يعني لو النبي طالبك بالقول، يعني بيسألك على حاجة ترد عليه بالقول، لو بيشاور لك تعالى تقوم تتحرك، يبقى إذا طلب منك إجابة بالفعل فعلت، وإذا طلب منك إجابة باللفظ تلفظت، فعلى حسب طلب النبي صلى الله عليه وسلم. قل أو كثر فيغتفر ذلك، يعني قل الكلام في إجابة النبي أو الفعل في إجابة النبي أو كثر يغتفر. وكذا الاستدبار المحتاج إليه، حتى ولو تطلب أن يستدبر القبلة، حتى ولو تطلبت إجابة النبي استدبار القبلة برضو لا يبطل. وإذا انتهى غرض النبي صلى الله عليه وسلم أتم صلاته فيما وصل إليه، وليس له أن يعود إلى مكانه الأول. يبقى بمجرد أن يتم إجابة النبي يكمل صلاته من حيث توقف فيها من مكانه الذي انتهى عند النبي، لا يعود إلى مكانه الأول. وإلا لأن لو عاد إلى مكانه الأول تبقى حركة ملاش لازمة بقى، يبقى لا لزوم لها هذه الحركة. أيوة طبعا يعدل نفسه لكن في نفس المكان. وإذا انتهى غرض النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة فيما وصل إليه، وليس له أن يعود لمكانه الأول ما لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالعود إليه. فلو كان إماما، لو كان إمام كان بيصلي إمام وتأخر عن القوم بسبب الإجابة تعين عليه مفارقته، لأن عندنا لا يجوز أن يأتم الإنسان في مذهب الشافعية بإمام يكون خلفه أو مساويا له، لازم يكون الإمام متقدم ولو بحاجة بسيطة. عشان كده إذا صليت بجوار إمام أنتوا اتنين بس تقفوا صف واحد، لكن يقف المأموم خلف إمامه بقدر لطيف، يعني خلفه كده بقدر لطيف بسيط. الشافعية عندهم كذلك، لكن في بعض المذاهب يقول لك يقف بمحاذاته. فالشافعية بيقول لك لو كان الإمام ده بيصلي إماما بالناس فناداه النبي فأجابه وتأخر، اضطرت إجابته للنبي إنه يتأخر عن الصفوف، يبقى في الحالة دي تجب على المأمومين نية مفارقة الإمام ويستمرهم في صلاتهم، لأن النبي لم يدعوهم، دعاه هو ولم يدعوهم هم، فهم يستمرون على صلاتهم كما هم. فإن تأخر عنهم لو أجابه متقدما وما زال متقدما يفضلوا منتظرين حتى ينتهي، لكن لو اضطر في إجابة النبي أنه يتحرك فيصير خلف الصفوف، يبقى في الحالة دي تجب عليهم نية المفارقة بالقلب،
يعني بالقلب فقط، يعني يفضل في مكانه ويستمر في صلاته ويكملها على النسق المعتاد ويترك متابعة الإمام. هذا نشوف بقى. تعين عليه مفارقته بمجرد تأخره، ويحتمل أن يقال، يحتمل أن يقال لهم الصبر حتى يتبين الحال، لاحتمال أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالعودة إليهم في مكانه الأول، وهذا كله ما لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بانتظارهم له، وإلا اتبعوه، يعني اتبعوا أمر النبي. افرض كل الكلام ده لو النبي ما أمرهمش بحاجة، ينوي المفارقة لو الإمام تأخر عنه لإجابة النبي، ما لم يأمرهم النبي قال لهم انتظروه، يبقى هنا وجب عليهم انتظاره حتى ينتهي هو من إجابة النبي ثم يعود فيكمل صلاته معه. يبقى الأمر على الاختيار ما لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أمرهم وجب عليهم اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إما يأمرهم أتموا صلاتكم أنتم، أو إما يأمرهم انتظروا حتى يأتيكم. التأخير هنا سيدنا بيحدده زي العرف ولا الشرع؟ تأخير إيه؟ يعني حضور لو تأخر. إن كعب العقب، العقب بتاع الإمام عقبك يأتي أمام عقب الإمام. العقب، عقبك اللي هو المصريين يقولوا عليه الكعب. لا هو العقب، الكعب ده اللي هو بز الرجل، المصريين يقولوا عليه بز الرجل. فكل رجل ليها كعبين، ده حد الوضوء. انت ما بتقفش على كعبك، الكعب ده اللي هو العظم الناتئ هنا بين القدم وبين الساق، ده انت ما بتقفش عليه، لا انت بتقف على بطن قدمك، الجزء اللي بتقف عليه على بطن القدم من الخلف اسمه العقب. ويل للاعقاب من النار. كويس، يبقى العقب ده هو الحد اللي بيحدد لك انت امام الامام ولا خلفه. فلو كان عقبك امام الامام في لحظه من الصلاه بطلت صلاتك، لو كنت مأموما، لو تقدمت على إمامك لحظة. وعلشان كده لما تبقى مأموم جنب إمام تاخد بالك وانت قايم وانت بتتحرك ان يبقى عقبك باستمرار في جميع حركاتك خلف عقب الإمام، وعشان كده لازم تبقى متأخر عنه حاجة بسيطة، عشان لما تيجي تتحرك وتقوم وتعمل ساعات رجلك تتقدم حاجة بسيطة لقدام علشان تسند نفسك وتقف. عند بعض الناس يبقى يعمل حساب الحركة دي بحيث ما يحطش رجله أمام الإمام علشان يقف وبعدين يرجع لورا، الحركة دي تبطل صلاته عند الشافعية. أحيانا دكتور المأموم أطول من الإمام. ما هو العبرة بالعقل، العبرة بالعقل. الكعب ما قلناش أطراف الأصابع، أطراف الأصابع ده حسب طول القدم، ده على حسب حجمه بقى، هو بيلبس مقاس 45 ولا مقاس، تعملناش دعوة، ده أطراف الأصابع. إحنا العبرة بالعقل، العقل اللي هو صلبه، عظمه نفسه نازل كده لحد ما يلمس الأرض، بيلمس الأرض يبقى أنا العبرة بالحتة الخلفية. الناس ساعات في الصلاة يسوي الصفوف بإيه؟ بأطراف الأصابع، وهذا خطأ. ليه؟ لأن أطراف الأصابع أصابع الطفل تلاقيها عقبه متقدم عليك عشان يبقى أصابعه بمحاذاتك، فده مش مطلوب، المطلوب العقب بجوار العقب، فيبقى تبقى المحاذاة إيه؟ يقول لك الكعب في الكعب، الكعب اللي هو إيه؟ اللي هو بز الرجل، يبقى بز الرجل يعني صلب القدم. يعني لما عملت الحكاية دي تلاقي ايه، يبقى العبره بالعقب، خلافا لما عليه الناس يحط رجليه اطراف اصابعه على الخط اللي قدامه عشان يستوي الصف. طبعا هذا خطا يعني، لكنه يعني مغتفر لانه بتبقى المسافه خفيفه بين الناس، لكن لما تيجي تكلمهم ما بيروش يسمعوا الكلام. حاولنا كثير مع الناس، وبعدين لما الناس تقتنع الحبه دول تيجي تاني يوم تلاقي ناس في صلاه لسه ما جوش، هتلاقي نفسك كل صلاه عايز تقنع ناس جديده، وكل صلاه عايز تقنع ناس جديده، ومش هتخلص. فالواحد بيسكت ويخلص، لكن انت ما تفكر، لازم يكون المحاذاة بالعقب اللي هو خلف القدم. واضح الحكاية؟ وده معنى القدم بالقدم، هي دي معنى المقصود به العقب في العقب، يعني بمحاذاته. وهذا كله ما لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بانتظارهم له، وإلا اتبعوه، يعني اتبعوا إيه؟ أمر النبي. الهاء هنا الضمير هنا يعود على إيه؟ على أمره. الكثير، هو قال لك العمل الكثير، أي في العرف. إيه العمل الكثير؟ يعني أي حركة في الصلاة نقول عليها كثيرة، حدها العرف، والعرف ضبطه الشافعية بثلاث حركات متتالية، ثلاث حركات متتالية، وضبط بثلاثة أفعال فأكثر، ولو بأعضاء متعددة،
كان حرك رأسه ويديه ويحسب ذهاب اليد وعودها مرة، يعني 3 حركات متتالية. أنا عملت إيدي كده وعملتها كده، وإيدي كده وعملتها كده، وإيدي كده وعملتها كده، أجي 3 حركات متتالية، يبقى ده يبطل الصلاة. لكن عملت إيدي كده مديتها وضمتها تاني، دي حركة واحدة، فهمت زي ما يدورش. لو عملت إيدي كده ورديتها تاني، أدي حركتين، يبقى لسه ما بطلتش الصلاة. لو عملت التالتة ورا بعض بقى، عملتهم 3 مرات كده، يبقى طبط. ولو جمعنا 3 أعضاء عملناهم، تبقى 3 حركات متتالية. يعني عمل ايده كده ورفع راسه كده ورفع ومد رجله كده وعملها كده، كلها في لحظة واحدة تبطل صلاة بمجموع ايه الحركة. والحركات دي كلها لو واحد عملها جوه صلاة وبصيت عليه تقول ده ما بيصليش، مش معقول يبقى بيصلي وبيعمل بيلعب بهلوان كده. وعلشان كده المالكية ضبطوا حد الحركة التي تبطل الصلاة، قال وهي التي إذا رآه غير المصلي ظن أنه لا يصلي، يبقى هي دي الحركة اللي تبطل الصلاة عند الملكية، تركوها لهذا العرف يعني، بحيث لو شفته كده تقول لا مش معقول الراجل ده يصلي. تلاقيه مثلا ايه بيسرح شعره وبيظبط مثلا الغترة بتاعته وبيظبط ساعته وبيعد فلوسه، كل ده في وقت واحد، لو شفته من بعيد تقول ده بيصلي مش معقول. بيبص المسد كل اللي جات له في الموبايل ايه، وايه اخر دايل دي كول والمسج اللي جات له كانت ايه، كل ده وهو شغال، لو شفته من بعيد تقول ده ايه، ده ما بيصليش، مش كده برضه. يبقى العبره بالحركه الفاحشه يعني. الشافعيه ضبطوها، قال لك 3 حركات متتاليه، واخد بقى، الشافعيه ضبطوها. المالكيه ما ضبطوهاش، تركوها وحدوها ان هي لو شفتها من بعيد تقول ده ما بيصليش، زي واحد نط نطه فاحشه يعني، شاف تعبان ولا شاف صرصار وهو خواف، صرصار معدي فراح ناطط خايف، فلو كانت النطه فاحشه تبطل صلاه، مش فاحشه قوي عدي تبقى حركه وتبقى ما تبطلتش صلاه. بتحصل ساعات حد من ولادك بيصلي وشايف صرصار عدى كده يروح متنطط جوه الصلاه، تقول له عيد الصلاه ما نفعتهاش، تحصل ولا ما تحصلش؟ في مسجد قايتباي تلاقي عرسه معديه في صلاه الفجر، كانت بتحصل الحكايه دي، نيجي نصلي في مسجد قايتباي تلاقي عرسه كده معديه، فممكن واحد يتلخبط يهز نفسه كده، فهل يخرج من الصلاة عيدها ولا ما عيدهاش؟ الأحكام دي بتاخد باله منها يعني. هي وإن كان في شرحها شكلها مضحك إلا إنها بتحصل، بتحصل آه يعني، لو متعمد، لو جات له عفوا كده خلاص، بس المهم ما يسوقش فيه. زي أيام الزلزال بتاع سنة 92 كان في صلاة العصر، كنت أنا رايح أصلي العصر في الجامع والناس تحركت جوه الصلاة، لما لقى المسجد هز كده الناس تحركت حركة كثيرة في الصلاة، لدرجة بعضهم جري واللي بعضهم ترك الصلاة خالص واللي بعدهم اتحرك شوية ورجع تاني وزن نفسه. مفاجآت بتحصل، فإمتى تقول بطلت الصلاة ولا تبطل؟ الأشياء دي كلها مهمة، فالأحكام دي بتبقى مهمة، ما تبقى بذهنك إزاي تستمر في صلاتك أو لا تستمر فيه. ويمشي شوية اه، لا هو بيركع مع الإمام، بيقول لك يجي جاي من الميضاء يعني لسه متوضئ ومشمر، فينوي ورا الإمام عشان يدرك، وبعدين أثناء الصلاة يبتدي ينزل. إذا كانت حركات غير متتالية ما تضرش، إن يبقى في فترة بقدر ركن، بقدر ركن عشان أقطع يعني، أو بقدر قراءة الفتح، ما اختلفوا حدها يعني. انا وقتي مثلا عايز اتقدم علشان اصلي في الحتة دي قدام شوية، فاروح واخد خطوة ادي حركة، وانتظر بقى قدر قراءة الفاتحة وامشي كمان خطوة، وانتظر قدر قراءة الفاتحة، ولو لم اقرأ الفاتحة بقرأ سورة، وبعدين اقدم خطوة، وبعدين اركع، وبعدين اقول سبحان الله واقدم كمان خطوة، كل دي مش متتالي، بحيث ان انا ابتدي جنب باب الجامع وانتهي في الشارع اللي جنبنا، واخد بالك يعني، تحصل. لكنها على اي حال زي واحد صلى علشان يدرك الامام مسجد متسع زي مسجد الازهر والحاجات دي، تبقى داخل من خلف القبلة والامام راكع هناك، لو مشيت هيضيع منك ركعتين، فيقوم يجي ايه اول ما يدخل المسجد يروح ناوي وراكع جنب خادم المسجد، وبعدين ايه يقدم خطوتين ويقف شوية، وكل ما يجي يعمل ركن يخلصه ويروح مقدم كمان خطوتين، على ما يوصل للتشهد الاخير يلاقي نفسه ايه في الصفوف. ممكن تحصل حاجات زي دي.
واخد بالك؟ لكنها لا تبطل الصلاة لو كانت غير متتالية. هنقول حدد مهما كان عددها على حسب طول الصلاة. هنقول هنا وضبط بثلاثة أفعال فأكثر ولو بأعضاء متعددة، كأن حرك رأسه ويديه، ويحسب ذهاب اليد وعودها مرة. يعني مش كده مرة وكده وأنا رجعها مرة، أمد إيدي مرة كده وبعدين راجع مرة، لا، لأن لازم رايح كده، ده مش وضعها الطبيعي. وضعها الطبيعي أنها ترجع، يبقى المرة تتحسب رايح جاي عشان ترجع لوضعها الأصلي، فهمت؟ والعضو، العضو الكبير مش الصوابع، الصوابع مش أعضاء كبيرة، العبرة بالعضو الكبير. الصباع لا، حركة الأصبع لا. ما لم يسكن بينهما، ويحسب ذهاب اليد وعودها مرة واحدة ما لم يسكن بينهما. يعني ما ايه؟ يعني مد ايده ورجعها على طول، تبقى حركة واحدة. طب افرض مد ايده وسابها كده شوية للأمام، وبعد شوية بعد السكون ده ردها، تبقى حركتين. ما دي ضرورة، دي الضرورة بقى. احنا بنقول كل دي الحركة بغير ضرورة، كل دي حركة بغير ضرورة مش لمصلحة الصلاة. والله الدبانة بتضايقك نشها، حاجة قرصتك اهرش امنحها، هيخرج منك مخاط نازل، هيقع، هيقابل فمك ومش عارف تقرأ وعندك زكام، امسحه. كل دي حركات مطلوبة لمصلحة الصلاة. لو نتكلم كلها في حركات ليست فيها مصلحة للصلاة. يقول لك ما لم يسكن بينهم. وكذا رفع الرجل سواء عادت لموضع الذي كانت فيه أو لا. يعني رفع رجله ونزلها تاني، رفع رجله ونزلها، كأنه خطأ خطوة، سواء نزلها في نفس مكانها الأول أو في مكان أمامها، كل دي خطوة واحدة، كل دي حركة واحدة. أما ذهابها وعودها فمرتان، ذهابها وعودها فمرتان، يبقى رفع الرجل سواء عادت لموضع الذي كانت فيه أو لا. أما ذهابها وعودها فمرتان، دي في الرجل. ليه؟ لأن الرجل لو تقدمت هتحتاج التانية تحصلها، وإلا مش هتقف بقى عامل كده، مش كده برضو؟ فيبقى في الحالة دي اسمها حركتين عشان تقف. إيه؟ ومثل العمل الكثير الوثبة الفاحشة، الوثبة الفاحشة اللي هي القفزة، أو نط للأمام، أو نط للخلف، أو نط للجنب، كل دي إيه إذا كانت فاحشة. لكن لو كانت حاجة خفيفة ما يضرش. وهي النطة. وكذا تحريك كل البدن أو معظمه ولو من غير نقل قدميه، يعني حرك كل بدنه، واخد بالك، ولو ما انتقلش، كل ده برضه إيه، حركة فاحشة. ومحل البطلان بالعمل الكثير كان بعضو، إن كان بعضو ثقيل. كل ده إذا كان بعضو ثقيل، لو كان بعضو خفيف فلا بطلان، كما لو حرك أصابعه من غير تحريك كفه في سبحة أو حل أو عقد، زي اللي بيقول لك هو بينزل مشمر كمه فبينزله بصوابعه، لكن ما حركش كفه، صوابعه بس شغالة كده، قاعد بينزل كمه، وبعدين بعد كده يروح ايه رابط الزرار. كل دي حركة أصابع بدون حركة الكف، ما تبطلهاش بس مكروهة، مكروهة لأنها بتشغله، لكن لا تبطل الصلاة، لكن مكروه. في فرق بين إبطال الصلاة يعني تحرم فتبطل الصلاة، والتانية تبقى مكروهة. واضح؟ كما لو حرك أصابعه من غير تحريك كفه في سبحة، زي في ناس بالتشهد يقعد يحرك ايه المسبحه بتاعته اللي هي السبابه دي، يعمل كده اشاره الى التوحيد، وهو طول ما التشهد لحد ما يسلم يفضل محرك الصباع كده. الشافعيه لم يختاروا حركه الاصبع، يختاروا تثبيت الاصبع عند قولك اشهد ان لا اله الا الله، تثبته حتى تسلم، يفضل ثابت بقى. ده الشافعيه اختيارهم كده. فاذا حركه ده مش عضو فاحش، فلا تبطل صلاته، ولكن يكره ومستحب عند بعض المذاهب ايه انه يحركه. او حل او عقد، يعني بيحل ايه عقده، او يفك عقده، يحل زرار او يفك زرار، كل الحاجات دي ماشي. او اكفانه،
او برضو ايه حرك عينيه كده وقعد يغمض عينه ويفتحها لاي سبب من الاسباب. كل الحاجات دي حركات، ده عضو مش فاحش، لان العبره بحركه الوجه كله مش ايه حركه العين والجفن. او شفته او ذكره، او حرك برضو ذكر، كان مثلا ايه اتزنق بول فراح مسك نفسه كده جامد فذكره اتحرك، ما يضرش، بتحصل. كل الحاجات دي ما تؤثرش لانه ده مش عضو فاحش زي الاصبع، واخد بالك؟ ولو مرارا متعددة متوالية، إذ لا يخل ذلك بهيئة الخشوع اللي هو الثبات الحالي والتعظيم، فأشبه الفعل القليل. ولو تردد في فعل، هل هو قليل أو كثير؟ عمل حركة كده وبعدين يا ترى اللي أنا عملته ده فعل كتير ولا قليل؟ طالما تردد يحكم، يحمل على القليل، يحمل على إنه فعل قليل، كويس؟ فالمعتمد أنه لا يؤثر. وقيل، أول ما يقول قيل يبقى ده المقابل للمعتمد، يبقى ضعيف، مش ليست عليه الفتوى وإن كان وارد. وقيل يؤثر، وقيل يوقف إلى بيان الحال، يعني يستمر في صلاته وبعدين يسأل هل العمل اللي عملته ده كان كتير ولا قليل، فلو قالوا له كتير يعيد الصلاة، مش كتير يمرر على الصح. وإنما قيد العمل بالكثير بخلاف الكلام العمد، فيستوي قليل وكثيره في الإبطال. في الكلام احنا قلنا الكلام العمد ولو حرف واحد مفهم تبطل الصلاة، لكن في الفعل في العمل قلنا الكثير، في الكلام ما قلناش الكثير، قلنا أي كلام ولو مفهم ولو من حرف زي قي عي، أي حرف واحد لكنه معناه فعل أمر من إيه؟ من التقي، أو عي فعل أمر من إيه؟ من أعي، وهكذا. يبقى يؤثر. ليه اختلف الكلام عن العمل؟ لأن العمل يتعذر الاحتراز عنه فعفي عن القليل لأنه لا يخل بالصلاة بخلاف الكلام العمد، وأما غير العمد فقد سبق أنه لا يضر قليله. غير العمد يعني حاجة طلعت منه غصب عنه، يعني قايم كده وظهر وجعه يقول آه، طلعت منه غصب عنه تأوه بسبب الألم، ما يضرش طالما خارجة منه غصب عنه، لكن لو قصدها لا، كويس؟ أو مثلا كده جت تلقائية، شاف حد بيعمل حركة ومش عاجباه فقال، يعني لأ، بلغة المصريين يعني لأ. كان ساعات أبويا يعمل فينا كده وإحنا صغيرين، يقعد يصلي يعمل كده يطقطقها، يعني ما تعملوش كده، كنا نتعجب يعني. لكن إذا خرجت منه تلقائية بغير عمد ما يضرش، لكن لو متعمد قد تضر، يعني ممكن تيجي تلقائية، هيدخل في أوضة مثلا وانت مولع فيها نار وده عيل صغير وقلقان، فطلعت منك تلقائية، فهمت ازاي؟ لا، طلعت منك كده دون ما تقصد، يبقى ده ما يضرش لأنها جت تلقائية دون قصد. يبقى الكلام لازم فيه العمد، يعني تبقى فاهم متذكر وقايلها. هنا اللي تيجي وأما غير العمد فقد سبق أنه لا يضر قليل، يعني الكلام غير العمد سبق أنه لا يضر قليل. المتوالي، خد بالك، العمل الكثير المتوالي، لكن لو عمل كثير وغير متوالي ما يبطلش، لازم الشروط دي كلها تبقى متوفرة. العمد والكثير، العمل يعني الحركة، حركة عضو كبير يخرج من العضو الصغير زي الأصبع وزي حركة العين وزي الذكر وغيره، كويس؟ وزي أصابع القدم، كل ده يخرج لأنه مش عضو كبير. طيب، يبقى العمل ده العمل الحركة. الكثير يعني ثلاث حركات فأكثر، يبقى الثلاثة بداية البطلان، أدي الكثير. المتوالي يعني ورا بعض ما فيش فترة سكون، واضح؟ يبقى لازم الثلاث شروط دي، حركة تكون ثلاثة من عضو كبير متتالية، واضح؟ ده لمصلحة الصلاة خلاص، مش محسوب عمل، ده مش داخل في الباب ده، واخد بالك؟ انما الكلام ده يعني واحد يتقدم عشان يسد فرجة امامه، لو كانت لمصلحة الصلاة عندنا ما فيهاش مشكلة، ولكن الاولى انه يعملها على خطوتين لو كانت الصفوف متباعدة، وعشان كده عندنا يكره تباعد الصفوف، عندنا يكره تباعد الصفوف، يبقى المسافة بين كل صف وصف بقدر
سجود الإنسان. ليه بقى؟ علشان لو في أمامه فرجة يتقدم خطوة والتانية يبقى في الصف، أو لو كان راجل طويل شوية يجيبها في خطوة واحدة، مش كده برضه؟ لأن الصف أمامه سهل. إنما الناس دلوقتي ساعات يصلوا الصفوف تلاقيها متباعدة قوي، يقوم يضطر علشان يسد فرجة يمشي عدة خطوات. عشان كده الصفوف المتباعدة دي مكروهة عندنا. والإمام السيوطي له رأي فيها أنها تمنع تضعيف صلاة الجماعة، فتكون صلاة الجماعة صحيحة بلا تضعيف، يعني مش 27 درجة. شوف قد إيه لو كانت الصفوف متباعدة. أي واحد لعبي وبيعمل كده، ايه حكمك انت يا فقيه معاه؟ تقول له ايه؟ لازم تحل له مشكلته. طبعا هو ده ضد الخشوع، لكن امتى اقول له عيد الصلاه؟ هي دي المساله، هي دي المبحث. هي مطلق الحركه بغير ضروره دي ضد الخشوع، لكنه امتى اقول له عيد الصلاه؟ هي دي المبحث. فهمت ازاي؟ مش معناه بقول له اتحرك حركه واحده او حركتين بلاش ثلاثه من غير ضروره، مش معنى الباب ده كده. ما تفهموش بهذا المعنى. الباب ده معناه لو انسان عمل حركات امامك، متى تحكم على ان صلاته بطلت فعليه الاعاده؟ متى يحدث هذا الحكم؟ مش معناه اشجعه ان يتحرك. ما هو الرسول قال له لا تعد. قال له لا تعد، هل لا تعد الى التاخير عن الصلاه ولا لا تعد الى الحركه اثناء الصلاه؟ يحتمل المعنى ده ويحتمل المعنى ده. ما هو ده ما احنا بنتكلم عليه. فهل لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له زادك الله حرصا ولا تعد، ولا قال ولا تعد؟ ولا تعد الصلاه يعني، فصلاتك صحيحه، ولا لا تعد الى ما انت عليه من التاخير حتى تفوتك الركعه، او لا تعد من الحركه اثناء الصلاه؟ مش كل ده محتمل؟ يبقى لفظ النبي محتمل، فالحديث ده يسقط الاستدلال بيه على اي وجه؟ واضح؟ ايوه. ما هو ليش ما هو ده هو ما التزمش، وفي نفس الوقت النبي ما امروش باعاده الصلاه وقال له لا تعد. طب ايه حكم اللي يعمل زيه؟ فهمت؟ بجهل وغير جهل، ايه هو حكمه؟ اقول له عيد الصلاه ولا ما تعيدهاش؟ اصل لازم الفقيه، مشكله الفقيه ايه؟ ان هو يبحث عن صحه العمل وبطلانه، اسباب صحته وبطلانه وكيف يجبره. مش معناه انه بيقول للناس اتحركوا او امشوا بس ما تبقاش كده، مش معناها كده. لكن الفقيه لما بيعرف الحكم ده يقوم لما يطرأ له حاجه في الصلاه لحركه يقوم يضبطها على هذا الاحكام. كويس؟ يضبطها بالاحكام دي، يعني انا عايز احصل فرجه في الصف اللي امامي وانا عارف الاحكام دي بقى، لان انا اصلا مش هتحرك حركه بلا ضروره، لان انا خلاص راجل بخشع في صلاتي، اقوم ساعتها اضبط حركتي مع الحركه التي تبطلك وما تقدم. ما هو لمصلحة الصلاة، بس لو كان الصف بعيد عن الصف الثاني بعد فاحش هيخليني أعمل 5 6 خطوات، يعني هتبقى شكلي ماشي كده كأني ماشي، وما هتذكر بقى الحديث لا تعد. فهل أنا كده لا أعد لإيه بقى؟ يعني أني معنى؟ فهو مبتدي أروح ضابطها بالحكم ده، أروح ماشي خطوتين وقف وخطوتين وقف وبعدين الثالثة وأروح إيه جاي، وما خلاهاش متتالية، يبقى ضبطت حركتي وإيقاعها على الحكم اللي أنا قريته. فالحاجات دي كلها مهمة لضبط إيقاع الصلاة على الصورة الصحيحة، وفي نفس الوقت إيجاد الحكم لمن يفعل في صلاته حركة زائدة، إمتى أقول له عيد وإمتى ما تعيدش؟ هي دي المسألة. المتوالي أي المتتابع عرفا، بحيث لا يعد العمل الثاني منقطعا عن الأول ولا الثالث منقطعا عن الثاني. أدي معنى التوالي، إنه يبقى ورا بعضه. علولة المصريين يقول لك ايه؟ علولة، علولة يعني ورا بعض، مش كده برضه؟ يعني على الولا، ادي علولة يعني ايه؟ على الولا. فيقوم يقول لك علولة، هي اصلا على الولا يعني على الموالاة فصحى، يقوم يحولها للعام يقول لك علولة يعني ورا بعض. يبقى لو كان علولة يعني بالتوالي هو ده اللي يؤثر، لكن لو كان منقطع يبقى ما يؤثرش. وقيل بألا يكون بين الفعلين ما يسع ركعة، أدي المسافة بقى، مسافة قطع التوالي، المسافة الزمنية يعني.
يبقى الاول مجرد السكون، ادي ناس قال لك مجرد انه سكن فانقطع يبقى ده مش موالي، الناس قال لك لا مش مجرد السكون، ده لازم يبقى اطول شويه، بألا يكون بين الفعلين ما يسع ركعه باخف ممكن، قال لك بقدر ما يسع ركعه باخف الممكن، يعني دقيقه دقيقتين كده. وقيل بألا يطمئن بينهما، يعني ايه تسكن اعضاء، والمعتمد الاول. كويس، اللي هو بحيث لا يعد ايه، يعني الا يكون العمل متوالي بحيث لا يعد انه مستمر، بحسب العرف بقى، يعني انت يبقى تركها للعرف ما حدد لهاش مده زمنيه. ناس قال لك بقدر الركعه بغير ايه سنن، لأدنى وقت تأخذ الركعة، ولكن المعتمد إن هي إيه يقطع التوالي، يعني بحيث أنه لا يشعر الإنسان أنه عمله متصل. والمعتمد الأول وإن اقتضى كلام المحشي أن ضابط التوالي ألا يسكن بين الفعلين، وخرج بالمتوالي غير المتوالي عرفا، بحيث يعد العمل الثاني منقطعا عن الأول، والثالث منقطعا عن الثاني، وهكذا على المعتمد المتقدم، ولا يكفي التسكين خلافا للمحشي، فلا يضر غير المتوالي بالضابط المذكور ولو كثر جدا، ولو كثر جدا، زي ما قلت لك ابتدى على باب المسجد الصلاة وانتهى عند القبلة، ويكون في مسجد متسع وقاعد متقدم كل شوية يمشي خطوة خطوتين ويقف يكمل شوية يقرأ شوية ويمشي، ويكون قرايته طويلة شوية بقى بيطول بقى براحته وكل شوية يتقدم، فما يضرش. عشان كده الحركة دي لما تعرف ان الاحكامها، فهم لما تيجي تصلي في مكان في ممر الناس وانت بتصلي ما تقفش بقى زي العمود الخرساني، يعني في ناس لاقيه بيصلي قدام باب الجامع، الجامع متسع مزدحم، فجاء حظه قدام باب المسجد فأدرك الصلاة وهو متأخر، يجي يخلصوا الصلاة الناس كلها عايزة تطلع هو بيكمل صلاته ومش قادر يتحرك خطوة، كأنه عمود خرساني، لأنه فاهم انه لو يتحرك خطوة هتبطل صلاته لأنه جاهل بأحكام الصلاة، أو ده لو عارف الأحكام دي يتقدم خطوتين قدامه ويوسع للناس صلاته، هو جوه صلاته ما فيهاش مشكلة ليه يقوم يوسع للناس الطريق. فمعرفة هذه الأحكام مهمة لأنها بترفع الحرج في أحوال كثيرة. وفي نفس الوقت لما يجي هو يصلي وفي نفس المكان وخايف يتحرك والناس واقفة منتظراه، هيبقى عايز يسرع يقوم يضطر إيه ما يتقنش صلاته من اجل انه عايز يسرع لانه معطل الناس، في حين ان هو لو تحرك شويه وفضل في صلاته باطمئنان احسن من انه يستمر في مكانه ويسرع ويفقد اطمئنانه. فهمت بقى المساله؟ على المساواه. زي برضه ليه غير ضروريه، واحد بيساوي الحصى قدامه وهو بيسجد كده، كانوا بيسجدوا على الحصى، فالرسول صلى الله عليه وسلم اجازها مره، انما يفضلش بقى ايه يساويها كل شويه. ففي حركات ساعات بتبقى ما لهاش لازمه، وساعات الانسان نفسه بيعملها وهي ما لهاش لازمه، يعني مثلا لابس العمه زي حالاتي كده تقوم وانت في الصلاه حاسس انها معوجه فشعرك من تحتها ملوي، فتبقى انت متضايق من شعرك كده انه ملوي بتعملها كده، بتعملها اوتوماتيك في حين انك انت ما فكرتش وانت بتعملها. فهمت ازاي؟ هل ضرورية ولا ممكن استحمل ولا استنى؟ ما بتحصل من الانسان، الانسان طبيعته كده، ساعات الحركة تسبق فكره، فالحاجات دي كلها غير متعمدة. فهمت بقى المسألة؟ يعني لو ربنا قعد لنا على الوحدة كنا سفنا من زمان، وربنا رحمته بينا واسعة، فالحكاية سهلة، لكن احنا اللي قاعدين على بعض على الوحدة فلازم نهدي بقى. ما انا عارف، معلش معلش، ما على واحدة ونص. برضو منهي عن هذا، منهي عن هذا. معلش، كثلاث خطوات بيديك العمل المتوالي الكثير المتتابع، بيديك مثال لي كثلاث خطوات، جمع خطوة بفتح الخاء بمعنى نقل الرجل مرة واحدة، واما بضم الخاء خطوه فهي اسم لما بين القدمين، يبقى خطوه هي المسافه اللي بين القدمين، لكن خطوه هي نقلها نفسها. وليس مرادا هنا ولا فرق في البطلان بين ان تكون الثلاث خطوات بقدر خطوه واحده وبين ان لا تكون كذلك،
يعني ما يبقاش 3 خطوات ضيقة نقوم ايه نحسبهم، يجي خطوة واحدة نحسبهم واحدة، لا. يعني سواء بقى يمد او ما يمدش، العبرة بالحركة نفسها مش بالمسافة. ولا فرق في البطلان بين ان تكون ال3 خطوات بقدر خطوة واحدة، وبين الا تكون كذلك ولو فعل واحدة بنية الثلاث بطلت صلاته، لانه قصد المبطل. ده الكلام ده لو عالم بالحكم، لانه متلاعب. وطبعا الصورة دي مش هتلاقيها، يعني مفيش واحد يبقى عارف الحكم، لكن هو الفقيه بيحاول يدي لك الأمثلة علشان يفهمك تطبيقاتها، لكن مش هتلاقي بني آدم بهذه الصورة أصلا، وإلا يبقى متلاعب، والمتلاعب صلاته باطلة أصلا حتى لو ما عملش حاجة. فهمت بقى المسألة؟ ولو فعل واحدة بنية الثلاث بطلت صلاته، لأنه قصد المبطل وشرع فيه، بخلاف ما لو نوى الاتيان ب3 خطوات مثلا فلا تبطل صلاته بمجرد نية ذلك، بل بالشروع فيه. يعني هنا لو نوى الاتيان ب3 خطوات غير فعل، لو نوى الاتيان ب3 خطوات لا تبطل الا بالشروع ايه فيها. لكن لو قصد ان ال3 خطوات دي يعملها في خطوة واحدة، واخد بالك ازاي، تبقى ايه تبطل صلاته مباشرة، لأنه نوى المبطل. يبقى في الأولانية نوى المبطل، والتاني نوى، واخد بالك ازاي، ان هو يعمل الثلاثة. فنقراها تاني نشوف هل في فرق ولا لا. ولو فعل واحدة بنية الثلاث، فعلها هنا فعلها خلاص، اللي جاية نوى، خد بالك الفرق، لأن ساعات تبقى ايه كل الأمثلة فروقات دقيقة شوية. فيقول ولو فعل واحدة بنية الثلاث بطلت صلاته، لأنه قصد المبطل، هنا فعلها خلاص. طيب، وشرع فيه، يبقى فعلها قصد المبطل وشرع فيه، يعني وفعل، بخلاف ما لو نوى، نوى بس لكن لم يشرع. ما لو نوى الإتيان ب3 خطوات مثلا فلا تبطل صلاته بمجرد نية ذلك، بل بالشروع بقى. يبقى النية في حد ذاتها دون شروع لا تبطل، لكن العبرة بالشروع. ولا فرق في البطلان أيضا بين أن تكون الأفعال من جنس كالخطوات المذكورة، وبين أن تكون من أجناس كخطوة وضربة وخلع نعل. يعني ممكن تبقى الخطوات مش شرط تبقى ال3 أفعال من جنس واحد، لا، ممكن تبقى من أجناس مختلفة. فهمت بقى المسألة؟ عمدا، خد بالك برضو عمدا دي مهمة، خبر كان مقدم وذلك اسمها مؤخر، وهو عائد على العمل الكثير. وقوله أو سهوا عطف على قول عمدا، فسهو الفعل المبطل كعمده. يبقى حتى لو عمل الفعل المبطل الصلاة سهوا كالعمد، بخلاف الكلام، الكلام السهو فيه في القليل لا يبطل، في القليل، لكن الكثير يبطل. وأما العمل القليل مقابل للكثير، والمراد القليل ولو احتمالا، فيشمل ما لو شك في فعل هو هل هو كثير أو قليل، فلا يضر على المعتمد كما مر. المعتمد يعني الراجح في الفتوى. ومحل عدم البطلان بالعمل القليل إذا لم يكن من جنس الصلاة، فإن كان منه، كل ده محل العمل في الإيه؟ العمل القليل إذا لم الذي لا يبطل الصلاة إذا لم يكن من جنس الصلاة. لكن لو كان من جنس الصلاة، ركع ركوعين، تبطل صلاة؟ لأنه ده من جنس الصلاة، زودها غير هيئتها. فهمت ازاي؟ يبقى ايه لو كان من جنس الصلاة هيغير هيئتها، بس لكن احنا قايلين العمل القليل الذي ابتلاه ما لم يكن من جنس حركة الصلاة. إذا لم يكن من جنس الصلاة، فإن كان منه كزيادة ركوع بطلت به. إن كان عمدا، نعم، لو قعد بعد الهوي للسجود قعدة قصيرة لم تبطل صلاته، لأن القعود عهد في الصلاة غير ركن كالقعود للاستراحة، فلم يكن القصير منه قاطعا لنظم الصلاة، بخلاف نحو الركوع فإنه لم يعهد في الصلاة إلا ركنا، فكان قاطعا لنظم الصلاة، لأن تغييره لها إذا زيد أشد، فلا تبطل الصلاة به. بيقول لك يعني لو ركع ركعة زيادة، ركوع واحد زيادة، ده لا يغتفر. لكن لو نزل عشان يسجد فقعد الاول قعده لحظه كده وبعدين سجد، ما يضرش، لان القعده دي اصلا من جنسها في الصلاه، في جلسه الاستراحه، فهي من جنسها وهي ليست ركنا كمان، فما تؤثرش، بخلاف الركوع ده ركن،
ولو عمل واحد زيادة كأنه جاب ركن زائد. فهمت بقى المسألة؟ ما دي جلسة الاستراحة، ما احنا دي جلسة الاستراحة، دي سنة وليست ركن عند الشافعية. عند القيام للركعات الوترية، يعني عند القيام للركعات الايه بالركعة من الركعة الوترية للشافعية، يعني ايه؟ يعني الركعة الأولى للثانية حيث لا تشهد، يقوم يجلس جلسة خفيفة كده وبعدين يقف بعد ما يسجد السجدة، اسمها جلسة استراحة، ومن الركعة الثالثة للرابعة نفس هيئة قراءة التشهد الأوسط الافتراش. كويس؟ نفس جلسة التشهد الأوسط. فلا تبطل الصلاة به أي بالعمل القليل ولو عمدا، فعمده كسهوي في عدم إبطال الصلاة. نعم، إن قصد به اللعب بطلت صلاته. طبعا لو قصد اللعب في أي حاجة تبطل صلاته، يبقى مش هنخش للقيود طالما وجود قصد اللعب. إنما لو مش موجود قصد اللعب نرجع للقيود، هل هو عمل قليل ولا كثير، هل من عضو فاحش ولا من عضو صغير، وهكذا نبتدي نقسم. ثالث حاجة من مبطلات الصلاة والحدث الأصغر والأكبر، يعني انتقض وضوءه، انتقض وضوءه تبقى تبطل صلاته. حدث أكبر، نزلت علي الحيض في أثناء الصلاة بطلت صلاته، مش كده برضو؟ والتاني خرج منه ريح في أثناء صلاته بطلت صلاته لأنه انتقض وضوءه، مش كده برضو؟ أو مرت امرأة بجواره فلمس بشرتها، على مذهب الشافعية البشرة للبشرة ينقض الوضوء، مش كده برضو عند الشافعية كده؟ البشرة تلمس البشرة. فلو كان في مسجد مزدحم والستات داخلين طالعين، والست داخلة طالعة زي في الحرمين ساعات تبقى زحام، وبالذات يكون بيصلي في موضع الطواف وتعدي واحدة فرجلها تخبط في رجله وهو مش لابس شراب وهي مش لابسة شراب، يبطل وضوءه هنا، ينتقد وضوءه على مذهب الشافعية. على مذهب غيرهم قد لا ينتقد، يبقى في الحالة دي يعني حدث من الأحداث حصل له، حدث من الأحداث الذي استدعى بطلان أو نقضان وضوئه، يبقى في الحالة دي إيه؟ تبطل صلاته. دي طبعا كل الناس عارفاها الحمد لله. والحدث الأصغر والأكبر وحدوث النجاسة، يعني في نجاسة وقعت عليه هو بيصلي، أي نجاسة وقعت عليه أو أدركها، يعني هو بيصلي جاي يسجد كده ولا يركع فبص على ثوبه ولا أثر بول، أثر براز في ثوبه ما كانش واخد باله، يبدو ما دخل الحمام ولا حاجة لمس حاجة، أو كان عارف إن الحتة دي كان طالها بول وكان فاكر إنه قبل ما يصلي غير ثوبه وبعدين نسي ودخل في الصلاة وهو بيركع افتكر، يبقى هنا بطلت صلاته لأنه بقى إيه؟ عليه نجاسة، يا إما طرأت يا إما تذكرها في أثناء الصلاة. واضح؟ كل الحاجات دي بتبطل صلاته. لو كان ألقاها على طول ما كانش، لو طرأت فألقاها، لكن لو أنشأها بها مختلفة دي، يعني أنا أنشأت صلاتي بثوب نجس وكنت ناسي نجسته فتذكرت أثناء الصلاة، الصلاة تبطل في الحال. لكن أنا بصلي فالواد الصغير في البيت عندي بيزحف وجاب البامبرز بتاعه اللي مامته مغيره له، راح شايله بوسخته وجابه وإيه حطه لي على الشال بتاعي وأنا ساجد، فالشال بتاعي تنجس، اروح ايه خالع الشال كده وسايبه وطالع اكمل صلاتي، لانه بمجرد طرأت النجاسة على ثوبي تخليت عنه، ويبقى هنا صلاتي صحيح. فهمت بقى المسألة؟ يبقى هي لان انا لم انشئ الصلاة اصلا بثوب نجس. واضح؟ زي برضو اللي عورته تظهر في الصلاة بسبب هواء شديد ريح جاء فرح شلح ثوب، فقام ايه راح رد الثوب بسرعة ما يضرش، لكن تهاون تبطل صلاته. تهاون يعني لا كده تراوح حلو والله الهوا كويس انبسط كده وكانت الدنيا حر وقعد شويه كده وبعدين افتكر انه بيصلي فنزل، تبقى بطلت صلاه. فهمت ازاي؟ بنفس الحكايه زي اللي ابتدى صلاته بثوب غير مناسب، ياخد بالك يعني عارف ان هو مش لابس، لابس البنطلون اللي قرب يقع، ده في بنطلونات نازله جديد العيال بتلبسها قربت تقع، يعني يا دوب قبل ما يقع الرب خرج بيه الشارع وماشي بكده في الشارع، عارفه انت البنطلون اللي قبل ما يقع ده؟ فهو ده برضه لما يجي يكون ناسي يلبس فلنك طويله تحته وجاي يصلي مجرد انه ده حتى وهو واقف ظهره باين. فلو ابتدى يصلي بالثوب ده وهو ناسي ان ده البنطلون ده مش بنطلون الصلاه،
فافتكر بطلت صلاته لأنه هو أنشأها أصلا بثوب غير مناسب. فهمت إزاي؟ لكن لو كان بيصلي بثوب مناسب، وزي ما قلت لك إيه، حد جه عيل صغير بيلعب راح رفع له الجلابية كده هو بيصلي، فباين إيه فوق ركبته، فيروح منزله بسرعة ما يجراش حاجة. هتيجي هنا عليا. والحدث الأصغر والأكبر وحدوث النجاسة التي لا يعفى عنها، فلأن في نجاسات يعفى عنها، أنا بصلي في صحن الأزهر والدنيا مش مسقفة وجات عصفورة معدية عملتها عليا، دي نجاسة معفو عنها، مش كده برضو؟ نجاسة معفو عنها. لكن لما تبقى نجاسة غير معفو عنها دي مسألة تانية. ولو وقع على ثوبه نجاسة يابسة فنفض ثوبه حالا لم تبطل صلاته. النجاسة اليابسة زي الروث الناشف يابس، فيقع عليه فيروح نفضه على طول ما تبطلش صلاته. وانكشاف العورة عمدا فإن كشفها الريح فسترها في الحال لم تبطل صلاته، وتغيير النية، كل دي مبطلات هنقرأ شوية منها النهاردة، مش شرط نخلصها كلها. والحدث أي ولو من فاقر الطهورين على المعتمد. احنا عارفين فقر الطهورين ده اللي هو ايه، لا لاقي ميه ولا لاقي تراب وجات عليه الصلاه، يعمل ايه؟ لا عنده ميه ولا عنده تراب، اما فقد حسي. فقد حسي يعني ايه؟ يعني معلقينه بين السماء والارض زي ما بيعلقوا الناس كده في بعض المعتقلات، ربنا ينجينا، يعلقوا يومين ثلاثه كده وهو سامع الاذانات. طب يعمل ايه ده فقد الطهورين؟ هيصلي على حاله لانه لا طايل هوا ولا ارض ولا ميه ولا حاجه خالص، متعلق كده، او في القمر طلع القمر، واخد بالك؟ طلع القمر والقمر ما فيهوش ميه، والصعيد بتاع القمر ده مش هو ده الصعيد اللي يجوز التيمم بيه، لان احنا لا يجوز التيمم الا بتراب الارض كوكب الارض، فلو جاب لي شويه من زحل ما ينفعش ولا من مشتري ما ينفعش، فهمت؟ لان انا متعبد بكوكب الارض ده، فهمت؟ فلو كان في الاجواء الفضاء العليا ده فاقد الطهورين، او فاقد الطهورين حكما. يعني ايه حكما؟ واحد اتحرق ربنا ينجيه، وشه وايديه اتحرقوا، والوش والايدين موضع وضوء وموضع تيمم، فلا يعرف يتيمم ولا يعرف يتوب، لا هقدر اقول له هات على الحرق بتاعك تراب اتيمم، ولا هقدر اقول له هات عليه ميه لان الميه هتؤخر الخفافين، يبقى ده اسمه فاقد الطهورين. طيب فاقد الطهورين ده بيصلي على حاله على مذهب الشافعي، يصلي على حاله، يسمع الاذان يقول الله اكبر، وبعد ما يخف ويتمكن من احد الطهورين يعيد صلاته، يبقى هو هيصلي على حاله لادراك الوقت ويعيد صلاته لادراك الصحه لما يتيسر له احد الطهورين. واضح؟ بيها تفصيل طبعا. طيب فاقد الطهورين ده بقى لما يخرج منه ريح وهو بيصلي بطلت صلاته، بالرغم ان هو بيصلي من غير وضوء اصلا، لكن ما ينفعش عشان هو بيصلي من غير وضوء ولا تيمم معناه يطلع ريح وهو بيصلي. فهمت ازاي؟ يبقى حتى لو طلع ريح وهو بيصلي برضه بطلت صلاته، يقوم يخرج من صلاته وينشئ صلاه جديده. فهمت؟ ادي معنى بطلت صلاه فاقد الطهورين بحدوث الحدث. اي ولو من فاقد الطهورين على المعتمد، لان صلاته شرعيه يبطلها ما يبطل غيرها، كما هو ظاهر كلام الاصحاب خلافا لما جرى عليه الاسنوي من عدم بطلان صلاته لفقد طهارته بالكليه. الامام الاسناوي الوحيد قال الكلام ده، لكن ده مخالف للاصول فما وافقوش عليه. الامام الاسناوي اصل فكر ايه بالمخ كده، قال لك طب ما هو اصلا مش متوضي يا جماعه، ايه يعني ما يطلع ريحه ويكمل صلاته؟ يعني ما هو اصلا مش متوضي، ما تسيبوه في حاله بقى. بس العلماء ما وافقوش الامام الاسناوي، قالوا له لا ما ينفعش، لأن احنا حكمنا له بصلاته بغير وضوء ولا تيمم للضرورة والعذر، ولا عذر لإخراج الريح أثناء الصلاة، مش كده برضو؟ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، مش كده برضو؟ الميسور دي قاعدة من قواعد المذهب الشافعي، الميسور يعني المتيسر لا يسقط بإيه؟ بوجود العسر في أمر آخر، مش كده برضو؟ يعني أنا مش قادر إيه أسجد لأن ركبي وجعاني، لكن بقدر أقف، يبقى معناه لا يجوز إن أنا أصلي وأنا قاعد، لان انا عندي الوقوف ميسور، لكن القعود هو عندي المعسور، فعدم القدره على الجلوس لا يسقط الايه ركنيه القيام، لان القيام مع القدره،
فهمت ازاي؟ فيبقى لازم اقرا الفتحه من قيام، طالما المساله هي مساله عدم القدره على السجود، وساعه السجود اروح قاعد على الكرسي بقى ما يجراش حاجه، لان هذا هو الميسور. يقول لك الميسور لا يسقط بالمعسور، لان الرسول قال فاتوا مما امرتكم ايه ما استطعتم. ومن الحدث نوم غير ممكن مقعده فتبطل صلاته به، ومحل بطلانها بالحدث إذا كان قبل التسليمة الأولى. تبطل الصلاة بالحدث لو حصل الحدث قبل التسليمة الأولى، يعني هو سلم التسليمة الأولى وقبل الثانية طلع ريح صحت صلاته، لأن التسليمة الثانية سنة، هو خرج من الصلاة بالتسليمة الأولى ما يعيدش صلاته. واضح؟ يبقى كل الكلام ده لو حصل الحدث قبل التسليمة الأولى، لكن لو بعد التسليمة الأولى انقضت صلاته على الصحة. عند الأحناف كمان لو حصل الحدث بعد التشهد وقبل التسليم صحت صلاته، لأن عندهم التسليم سنة. مش كده برضه؟ ده الأحناف، لكن الشافعي عندهم التسليم ركن. واضح؟ أما إذا أحدث بعدها، يعني بعد التسليمة الأولى ولو قبل التسليمة الثانية، فإنه لا يضر، لأن عروض المفسد بعد التحلل من العبادة لا يؤثر، ويسن لمن أحدث في صلاته أن يأخذ بأنفه ثم ينصرف ليوهم الناس أنه رعف سترا على نفسه. وكذا لو إذا أحدث وهو منتظر للصلاة، خصوصا إذا قربت إقامته أو أقيمت بالفعل، يعني وهو جوه الصلاة في الجماعة أحدث بطلت صلاته، فهيخرج يسيب الصفوف ويمشي يطلع يتوضأ. فيقول لك يستنى وهو ماشي، يعني يعمل ايده على انفه كده، قال يعني ايه، هينزف من مناخيره عشان يستر حاله، ما يقولوش الناس الراجل طلع ريح او مش عارف ايه او حاجه كده، يعني سترا على حاله، يقوم ايه يمسك انفه كده ويمشي بين الصفوف كانه يعني ايه اصابه نزيف من انفه، ويطلع يتوضا وينزل يصلي سترا على حاله. وكذا لو كان قاعد منتظر الصلاه بين الاذان والاقامه وبعدين خرج منه ريح، يا برضه يمسك انفه كده ويطلع عشان الناس اصلا قاعدين يبصوا لبعض. الاصغر والاكبر، يبقى الحدث الاصغر والاكبر، عمدا او سهوا، ولو من دائم الحدث غير حدثه الدائم. دي مسألة تانية بقى حلوة دي. واحد دائم الحدث، يعني عمل عملية بروستاتا، فمن ساعتها بقى البول بينقط منه. ساعات بتحصل عند بعض الرجالة كده، او اصابه مرض في العضله القابضه بتاعه الشرج، فبقى الريح ينفلت منه بدون ما يعرف يمسكه، فعنده انفلات ريح او سلس بول، فده اسمه دائم حدث. دائم الحدث ده ليه احكام، هيتوضا بعد دخول الوقت ويبقى وضوءه بنيه استباحه الصلاه مش بنيه رفع الحدث، لان الحدث مستمر، فحينوي بوضوءه رفع استباحه الصلاه، ويكون وضوءه بعد دخول الوقت، ما ينفعش يتوضا قبل دخول الوقت. كويس؟ وبعدين بعد كده يصلي بهذا الوضوء فرد واحد والسنن التابعه لهذا الفرد، لكن ما ينفعش يصلي بهذا الوضوء فردين. واضح؟ دي احكام دائم الحدث. طيب دائم الحدث ده عنده انفلات ريح، فبيصلي، طالما عمل الاحكام دي طول ما الريح طالع منه وهو بيصلي صلاته صحيحه، لانه ده حدثه اللي هو مش قادر يتحكمه. لكن افرض فلت منه نقطه بول وهو ما عندوش انفلات سلس بول، يبقى هنا بطلت صلاته، لان ده حدث غير دائم، غير حدثه الاول. فهمت؟ يبقى لو حصل حدث لدائم الحدث غير حدثه الدائم اثناء الصلاه بطلت صلاته. فهمت المساله؟ زي امراه عندها استحاضه فالدم بينزل منها ايه على طول، فهي متحفظه وشعره بان الدم بينزل لكنها متحفظه وبتصلي، فخرج منها ريح تبطل صلاتها، لان حدثها الدائم هو الدم مش الريح. فهمت بقى المسألة؟ خد بالك من الحاجات دي. والرابع حدوث النجاسة، لا حاجة إلى لفظ الحدوث إلا لأجل مراعاة البطلان، مع أنه لم يراعي ذلك في سابقه، فلو قال والنجس لكان أنسب بقوله والحدث، وسواء كان الحدث حدوث النجاسة على ثوبه وإن لم يتحرك بحركته كطرف عمامته الطويل أو بدنه حتى داخل أنفه أو فمه أو عينه أو أذنه، وإنما جعل داخل ذلك كظاهره هنا، بخلاف غسل الجنابة ونحوها لغلظ أمر النجاسة كما مر.
يقول لك حدوث النجاسة على ثوبه، على ثوبه اللي هو متصل به، ثوب اللي متصل به حتى لو لم يتحرك بحركته. افرض العمامة بتاعته عمامة طويلة زي عمامة الأفغان، مدلدلة على الأرض كده منه وهو بيصلي، ومدلدلة العمامة بتاعته على الأرض، فطرف العمامة اللي على الأرض ولا يتحرك بحركته، أصابته نجاسة، بطلت صلاته لأنه ثوبه متصل به لغلظ النجاسة. بخلاف في السجود قلنا لا يسجد على طرف ثوبه الذي يتحرك بحركته، ده في السجود. لكن في النجاسة لغلظها يبقى أي ثوب متصل به أصابته النجاسة تؤثر على صحة صلاته. زي ما قلنا لك برضو قبل كده، لو معاه المنديل بتاعه وهو بطبيعته بينف دم والدم نجس، فما يجي يصلي يطلع المنديل ده من جيبه، ما يحطوش في جيبه ويصلي، والا يبقى حامل نجاسه. مش كده برضه؟ ما ينفعش يصلي بهذا المنديل. وشربين الدخان، السجاير، اذا قلنا ان السجاير بينقعوا في الخمور فبتبقى نجسه. لان في بعض الناس قالوا في جزء من صناعه السجاير التبغ ان هم بيحطوه فتره في انواع من الخمور علشان ياخد نكهه من النكهات، وبعدين يجففوه، وبعدين بعد كده يحشوه في ايه، في الورق، ويعملوا السيجاره. فاذا كان الامر على هذا الامر يبقى السيجاره نجسه، كويس، ويبقى علبه السجاير نجسه، لما يحطها في جيبه ويصلي بيها حامل نجاسه، تبقى تبطل صلاته بايه، بحمله هذه العلبه. يبقى ساعتها ما يجي يصلي يحطها بعيد عنه، وبعد كده يبقى يتهبب بيها بعد ما يخلص الصلاه، طالما مش عايز يبطلها يبقى هيتهبب بيها، فهمت؟ لكن اثناء الصلاه على الاقل ما يشيلهاش. يبقى حمل النجاسة كالثوب اللي فيه نجاسة بالظبط، نفس حكمه، فلا يحمل نجاسة ولا يكون في ثوب نجاسة. ولو طرأت النجاسة عليه، يعني حصلت النجاسة، يعني حس ان اللثة بتاعته خرج منها دم وهو عارف طعم الدم في ريقه، فهمت ازاي؟ يبقى بطلت صلاته، يروح بقى يتمضمض، يروح يتمضمض ويقطع صلاته، وبعدين بعد كده ينشئ صلاة جديدة، فهمت ازاي؟ او مثلا حس بان عينه في داخلها كان فيها دمل في داخلها مقفول، وهو بيصلي حس بان الدمل اتفتح وطلع منه الصديد، غشل عينه، بقت نجاسه في عينه، تبطل صلاته، يروح يعيشته في النجاسه دي وبعدين ينشئ الصلاه، فهمت ازاي؟ بخلاف ان غسل داخل العين في الغسل الجنابه مش مطلوب، لأن داخل العين أصلا طاهر، لكن مع النجاسة لغلظ حكمها تبطل الصلاة لوقوعه، فهمت بقى المسألة؟ في الخلاف في المسائل دي برضو أنفه، ده لما يبقى مجروح وجرحه بينشع ونشع، لكن احنا بنتكلم على واحد حصل دلوقتي وبينزف، يبقى هنا بطلت صلاته، يروح بقى لوقف النزيف، وقاعد يوقف النزيف فضل ناشع يصلي بالحتة اللي نشع دي، ما يدورش، خدت بالك؟ يبقى دي معفو عنها بالضماده اللي هي على الضماده. فبيقول لك هنا وان لم يتحرك بحركته، يعني لو كانت النجاسه على ثوبه ولا يتحرك بحركته تبطل صلاته، كطرف عمامته الطويل او بدنه حتى داخل انفه، حاسس بان في دم نازل من انفه جوه لسه في الداخل، هو حاسس بيه، بطلت صلاته، يروح بقى رعافي، يسموه رعاف، وعند الأحناف ينتقد وضوءه كمان، الشافعية يبطل صلاته، وعند الأحناف يبطل الصلاة وينتقد الوضوء كمان. أو فمه زي ما قلت لك، واحد اللثة بتاعته إيه جاب الدم، أو عينه زي عنده دم في عينه إيه وترقع وهو بيصلي، أو أذنه ودنه كلته كده فعمل كده حط إيده بس لقى دم، يبقى بقى في أذنه، كل ده برضو إيه. وإنما جعل داخل ذلك كظاهره هنا بخلاف غسل الجنابة ونحوها لغلظ أمر النجاسة كما مر، واضح؟ التي لا يعفى عنها، أما التي يعفى عنها في نجاسات تعفى عنها فلا تبطل الصلاة بها، ولو وقع على ثوبه نجاسة يابسة فنفض ثوبه حالا لم تبطل صلاته، هذا كالاستثناء من قول وحدوث النجاسة، وقول على ثوب أي أو على بدنه فنحاها حالا يعني في الحال، وقول يابسة ليس بقيد
بل مثلها الرطبة إذا ألقاها بما وقعت عليه حالا من غير قبض ولا حمل له بأن وضع يده على الطاهر ودفعه، نعم يحرم إلقاؤها في المسجد إن لزم تنجيسه بها فيقطع الصلاة. يعني لو كانت النجاسة رطبة وأول ما تقع عليه حينحيها تقوم تنجس المسجد، يبقى هنا لا يلزم أنه ينحيها، بل يقطع صلاته ويروح ينحيها في حتة بعيدة عشان ما ينجس المسجد. لكن لو لابسها يابسها ينحيها ويكمل صلاته وبعدين ياخدها يرميها، لأن اليبوسة لما تبقى جافة يمنع انتشار نجاسته على الأرض. حيث ثم ويرميها خارجه ثم يستأنفها، يعني يستأنف الصلاة حيث اتسع الوقت، وإلا رماها وأتم الصلاة. طب افرض النجاسة الرطبة اللي هيرميها هتنجس المسجد دي، فعليه انه يقطع الصلاة ويرميها بره ويرجع ينشئ صلاة جديدة. افرض الوقت ضيق هيدن الوقت اللي بعده على طول، يعني انا خلاص فاضل لي على المغرب 5 دقايق وبصلي العصر وجات النجاسة الرطبة دي، لو رميتها في المسجد هنجسه، ولو واستمر في صلاتي هلحق الصلاة، ولو قطعت صلاتي ورحت رميتها بره ورجعت هيدن عليا المغرب. اقدم ايه؟ قال لك يقدم الوقت، يرميها في موضع المسجد وبعدين يتم صلاته، وبعدين بعد كده يشيلها ويطهر مكانها، يجب عليه تطهير مكانها بعدها لضيق الوقت عشان ينقذ الوقت. قوله فنفض ثوبه حالا، اي قبل مضي اقل الطمأنينة، يعني حالا مجرد ما وقعت يرميها على طول، اقل الطمأنينة هي ثبات الاركان. ومثل نفض الثوب القاؤه بها، فلو نحاها بيده بطلت صلاته. يعني انا بنف كده في الصلاة، فبعد ما نفيت كده ببص لقيت في اثر دم، اروح مطبق المنديل ورميه على طول واكمل صلاتي، فهمت؟ لانه ايه؟ الدم نجس، فهمت؟ اروح رميه على طول. تعيد الصلاة طالما كنت حامله، زي اللي يكتشف انه صلى قبل دخول الوقت، او اللي يكتشف بعد الصلاة انه صلى بغير وضوء، او اللي يكتشف بعد الصلاة ان كان ثوبه مقطوع على العورة فكانت عورته باينة وهو مش واخد باله، كان يكون مقطوع من خلف العورة، يعني من خلف ايه؟ فخذه، وهو مش شايف خلف فخذه، فصلى وخلص صلاته. وبعدين بعد كده وهو ماشي الناس قالوا له ايه ده ماشي ببنطلونك مقطوع كده رجلك باينة، فبيبص لقى فخده باين، فيبقى صلاته اللي صلاها بالطريقة دي باطلة او لغير قبلة برضه، إلا لو كان مجتهدا في القبل. فلو نحاها بيده بطلت صلاته، أو بعود أو بعود فيها، فكذا في أوجه الوجهين وهو المعتمد. بيقول إيه؟ أي قبل مضي أقل الطمأنينة، ومثل نفض الثوب إلقاؤه بها، فلو نحاها بيده بطلت صلاته. لو نحاها بيده يعني زق النجاسة بإيده، كأنه بيزق، كأن لأن دفع النجاسة كحمل النجاسة، لكن لو زق حاجة طاهرة والحاجة الطاهرة دي زقت النجاسة ما يضرش، بواسطة شيء طاهر ما يضرش، لكن هي مباشرة كده كأنه حامل نجاسة. أو بعود فيها، أو زقها بعود لا غارز فيها، برضو كأنه العود الغارز فيها منها، فهمت ازاي؟ برضو يضر. فكذا في أوجه، أو بعود فيها فكذا يعني تبطل في أوجه الوجهين وهو المعتمد. ونقف على وانكشاف العورة اللي هو خامس مبطل من مبطلات الصلاة يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله، وجزاكم الله خيرا.